من هدي رب الكون ذي الرحمة، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. من ينظر إلى واقع الناس يجد أن هناك أناس موفقون، وفي المقابل أيضا يجد أناس يسيرون بلا توفيق. لذا كان حديثنا اليوم عن التوفيق، ونقف طويلا عند قوله تبارك وتعالى: وما توفيقي إلا بالله. الحديث عن التوفيق حديث مهم، بل وفي غاية الأهمية، لأن ما منا من أحد إلا وينشد التوفيق في حياته كلها، حياته العلمية وحياته العملية وحياته الاجتماعية وحياته الأسرية، ينشد التوفيق. والتوفيق هو ركن سعادة العبد في الدنيا والآخرة، فالعبد إذا حالفه التوفيق ويسر له التوفيق سعد في الدنيا والآخرة. ولكن من المهم أننا نبين عن أي توفيق نتحدث. التوفيق الذي نتحدث عنه التوفيق الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، التوفيق إلى الطاعة وإلى العبادة وإلى كل ما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. التوفيق نعني به أيضا التوفيق في أمر الدنيا مما يباح للإنسان، مما كان حلالا عليه إتيانه. ولا نعني أبدا بالتوفيق التوفيق إلى الوصول إلى الحرام، والتوفيق إلى تيسير المعصية. فمن الخطأ الكبير أن يقال لمن تيسر له أسباب فعل الفاحشة وإتيان المعصية وأكل الحرام، من الخطأ الكبير أن يقال فلان موفق. هذا ليس توفيق. الذي يسر له فعل المعصية وارتكاب الفاحشة والوقوع في الحرام هذا ليس توفيق، هذا يسمى خذلان وخزي. التوفيق الذي أتحدث عنه في هذه الحلقة هو التوفيق إلى فعل الطاعة، التوفيق إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الصالحات، التوفيق في أمور الدنيا مما يحل، مما أحله الله سبحانه وتعالى. من المسائل أيضا في هذه المقدمة أن التوفيق هذا الذي نتحدث عنه هو بيد الله سبحانه وتعالى، لذا جاء هذا عنوان هذه الحلقة: وما توفيقي إلا بالله. أصل هذا العنوان
هذه الآية العظيمة لما قال الله سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فمن رام التوفيق ومن تطلعت نفسه إلى التوفيق ومن طمع في التوفيق فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. من المسائل أيضا أن الله سبحانه وتعالى علمنا في كتابه الكريم أننا إذا أردنا التيسير في الأمر والتوفيق أن ندعوه سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وكذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا ما قاله سليمان عليه السلام، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. فالعبد إذا وفق إلى شكر النعمة فليعلم أن الموفق له الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان تعرفون منعم لكنه لم يوفق إلى عبادة الشكر، فما تراه في يوم شاكرا لله تبارك وتعالى وحامدا ومثنيا عليه، ونعم الله تبارك وتعالى عليه تتنزل تترى. سليمان عليه الصلاة والسلام يطلب من الله تبارك وتعالى التوفيق إلى شكر النعمة والتوفيق إلى العمل الصالح، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في حديث ابن عمر يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، أو يقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال، هلال الشهر وهو يتكرر في بداية كل شهر، وانظر إلى هذا التعلق، حينما يرى صلى الله عليه وسلم هلال الشهر يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله، والتوفيق لما تحب وترضى. يسأل ربه تبارك وتعالى الموفق، يسأله التوفيق. على رأس كل شهر كان يتعبد صلى الله عليه وسلم ربه بهذا الدعاء، وهذا الذي ينبغي أن نفعله نحن. فرسولنا صلى الله عليه وسلم لنا قدوة وأسوة، وأمرنا بأن نقتدي به وأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى أحدنا الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. هذا الذي يشتكي قلة التوفيق يقال له: إلجأ إلى الله فهو الموفق سبحانه وتعالى. الذي يشتكي قلة التوفيق إلى فعل الطاعة وفعل العمل الصالح، الذي يشتكي قلة التوفيق في أمور حياته ومعاشه وتربيته لأولاده يقال له: اسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، كما سيأتي بعد قليل. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هذا هو التوفيق، يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فالعبد إذا رام التوفيق وأراد
أن تهفو نفسه إلى الطاعة. يعني بعض الناس يقول أنا ما أجد نفسي تميل إلى قراءة القرآن مثل فلان وفلان، أو يقول ما أستطيع على قيام الليل، أو لا يعني لا أقدر على كثرة الذكر. نقول اسأل الله سبحانه وتعالى فهو الموفق، كما سيأتي بعد قليل في أهمية أن يدعو الإنسان بالتوفيق. أنا أريد أن أخلص إلى قضية، وهي أن الموفق هو الله سبحانه وتعالى، والواجب على العبد أن يسأل ربه تبارك وتعالى التوفيق. لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى كلام في غاية الأهمية، شاركوني النظر في هذا الكلام المهم. يقول رحمه الله تعالى: التوفيق كله بيد الله عز وجل، فمن يسر الله عليه الهدى اهتدى، ومن لم ييسره عليه لم ييسر له ذلك. لا يقول قائل إذا كان التوفيق بيد الله فإن شاء وفقني وإن شاء لا. يقال له: لا، هل خطوت نحو التوفيق؟ هل تحركت طلبا للتوفيق؟ فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتحرك. أما تذكرون إخواني أخواتي أنني ذكرت لكم في يوم ما ذاك الحديث القدسي الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، يا ابن آدم قم إلي لتبدأ الخطوة منك أنت. واسمعوا هذه الآية العظيمة في سورة الليل، يقول الله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى، مختلف، سعي أنا مختلف عن سعيك، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا هو التوفيق. لكن متى جاء هذا التوفيق؟ حينما خطى هذا العبد وأخذ بأسباب التوفيق. قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تجد الإنسان يقول: اللهم لك الحمد، أمري كله ميسر، لأنه صدق بالحسنى ولأنه أعطى واتقى. في المقابل اسمعوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى، قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذه المصيبة، أن ييسر لكل أمر عسير، ما يفتح باب إلا ويجده مغلقا، وما يخطو في طريق إلا يجده مغلقا. لهذا قال سبحانه وتعالى في نهاية هذا الشطر، قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذا المال الوفير وهذه النعم التي بين يديه لا يستفيد منها ولا ينتفع إذا كان في حالة من هذا التردي. وما يغني عنه ماله إذا تردى. الشاهد أننا في حاجة إلى أن نخطو وأن نأخذ بما يكون سببا في تيسير الله تبارك وتعالى لنا وتوفيقه لنا. أخرج وإياكم في فاصل ثم أتواصل معكم، فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور ينع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث عن التوفيق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم ولسائر المسلمين التوفيق. موضوع الذي وقفت عنده قبل الفاصل هو على الإنسان أن يبذل الأسباب لينال التوفيق. في سورة التوبة لفتة في غاية الأهمية، وليتنا ننتبه لها.
الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن المنافقين وسورة التوبة يعني حديث طويل فيها عن المنافقين، لما تحدث عن المنافقين قال سبحانه وتعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. يعني هؤلاء الذين تخلفوا عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. تجد بعض الناس، وأرجوكم إخواني أخواتي تأملوا هذا الأمر، تجد بعض الناس سبحان الله مع وفرة المال عنده إلا أنه لم يوفق للصدقة منه والزكاة، تجد بعض الناس مع قوة الجسد عنده وقيامه بأشق الأعمال ومع ذلك لم يوفق إلى أن يقوم يركع ركعات ويصلي. بعض الناس على ما أعطاه الله تبارك وتعالى من النعم التي من خلالها يستطيع أن يصل أرحامه إلا أنه لم يوفق إلى ذلك، فهو قاطع لرحمه بدءا من ولده أو والده. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. بعض الناس سبحان الله تجد عنده المال الوفير لكنه يعيش في حالة من التقتير على نفسه وعلى ولده، فلا تجد عليه ثوبا حسنا ولا يمتع نفسه في مسكن حسن مع أهله وولده، يعيش في حالة من البخل، ما وفق إلى الكرم. والكرم خلق عظيم لكنه ما وفق إليه مع وفرة المال عنده، لكن هذا التوفيق عند الله سبحانه وتعالى. ولو علم ربي تبارك وتعالى أن هذا العبد يريد أن يتحرك لأعانه ويسر له، ولكن علم الله سبحانه وتعالى أنهم ما يريدون ذلك فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. التوفيق له علامة، حتى الإنسان يقول: والله ما أدري أنا موفق أو لا. أقول التوفيق له علامات، من هذه العلامات أنك تجده واحد تجده دائما منتبها متيقظا وعنده المعصية والذنب، يستشعر هذا الذنب وهذه المعصية مباشرة حينما يقع فيها. أنا لا أقول الموفق لا يقع في الذنب، لننتبه إخواني، لأن ما من عبد إلا وله ذنب، هكذا أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. لكن الموفق هو الذي إذا وقع في الذنب علم أنه أذنب وعلم أن له ربا يغفر الذنب فاستغفر وتاب. فمؤشر الاستشعار بالخطيئة عنده قوي، هذا موفق، هذه من أبرز العلامات. إذا خرجت منه الكلمة الخطأ يندم عليها مباشرة ويتأسف من قالها له. إذا فعل معصية أدرك ذلك مباشرة وتحركت عنده هذه الأداة
الدالة على توفيق الله تبارك وتعالى له، فتجده يتوب ويستغفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، فعل فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا التوفيق الذي أعني. فالموفق كلما وقع في ذنب أو خطيئة حاسب نفسه واستغفر من الذنب. الموفق تجده دائما يحاسب نفسه: لماذا لم أفعل هذا؟ ولماذا فعلت هذا؟ لو مر عليه يوم واحد استيقظ فيه بعد شروق الشمس وجد ألم ذلك لأنه لم يصلي الفجر في وقتها، هذا موفق، لأنه عنده هذه اليقظة، عند هذا الإحساس. إذا قال كلمة في حق أحد، اغتابه، افترى عليه، شهد ضده شهادة زور، ندم على ذلك واستغفر وأصلح ما فعل، هذه العلامة الأولى، اليقظة، دائما مستيقظ منتبه محاسب لنفسه. لهذا ربي تبارك وتعالى يقول عن هذا الصنف أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم دائما ما كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن هذه القلوب تتقلب، قلبي وقلبك، بل قلب النبي صلى الله عليه وسلم. رسولنا يدعو ربه تبارك وتعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول: يا ولي الإسلام، يا ولي الإسلام وأهله، ثبتني به حتى ألقاك، يعني ثبتني على هذا الدين حتى ألقاك. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوفيق. كلام مهم. من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوفيق، هذا الذي استحكمت واستحوذت عليه الشهوات، غرس نفسه في هذه الشهوات وفي هذه الشبهات، ما يوفق، ما تراه موفقا. وإن يعني بعض الناس رآه موفقا في الوصول إلى الحرام، فأقول: ليس هذا التوفيق الذي أتحدث عنه. التوفيق الذي أتحدث عنه هو كيف يصل إلى الله، كيف يتقرب إلى الله بفعل الصالحات. هذه علامة من علامات التوفيق. العلامة الثانية الاجتهاد في تحسين النية. الموفق دائما في حالة ترقب إلى نيته. أكرر إخواني أخواتي، الموفق تجده دائما في حالة ترقب في تحسين نيته وتوجه نيته. فإذا رأى هذه النية قد انحرفت وبدأ يعمل مما ظاهره التقرب إلى الله ولكنه يقصد به شيء آخر غير الله أو شيء آخر مع الله، انتبه مباشرة، فهو يجتهد دائما في تحسين النية، هذا موفق، لأنه يدرك تماما أن العبادة، كل العبادة، إذا لم تكن لله لم ينتفع بها الإنسان ولم تقربه إلا الله تبارك وتعالى. لهذا اسمعوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى. قال عن الحكمين اللذين نجدهما يحكمان في مسألة أسرية، قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. فهؤلاء لما كانت نيتهم وإرادتهم لله سبحانه وتعالى نالهم التوفيق ونال حكمهما التوفيق في الإصلاح بين الزوجين. واسمعوا ماذا يقول ابن القيم. ابن القيم هذا العالم الرباني، وفي هذا الكلام الجميل الرائع قال: وعلى
قدر نية العبد، هذا الكلام المهم، وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم ونياتهم ورغبتهم ورهبتهم هكذا. فمن أراد أن يكون من أهل التوفيق أو أراد أن يبحث في نفسه هل هو موفق، ينظر كيف هو تعامله مع نيته. وهناك علامة أخرى سأتحدث عنها بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن بعد هذا الفاصل فاصل ثم أتواصل معكم فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث عن التوفيق، وحديث تحت هذا العنوان وما توفيقي إلا بالله. كنت أتكلم قبل الفاصل أن الموفق له علامات يعرف بها أو يعرف نفسه بها، لأنني دائما أقول فتش عن نفسك لا تفتش عن الآخرين. والله يا أخواني ما أخرنا وما أوقفنا عن العمل إلا حينما بذلنا أوقاتنا وجهدنا في الاشتغال بالآخرين وأهملنا أنفسنا. لا، ابحث في نفسك هل أنت موفق، انظر في هذه العلامات، انظر في هذه العلامات. فإذا وجدت هذه العلامات عندك فاعلم أنك موفق. قلت قبل قليل قبل الفاصل، العلامة الأولى أن تكون أداة الاستشعار عندك قوية. كلما وقعت في الذنب، وقعت في الخطيئة، انتبهت إلى ذلك. والأمر الثاني هو الاجتهاد في تحسين النية. العلامة الثالثة من علامات التوفيق الإقبال على الطاعة والمداومة عليها حتى الممات. فإذا رأينا عبدا أو رأينا في أنفسنا أننا نقبل على العبادة في أيام ثم ندعها في أيام، هذا ليس هو التوفيق. التوفيق أن يقبل العبد على عبادة ربه حتى يلقاه، يعني حتى يحسن له الختام بطاعة، هذا هو التوفيق. ولقد يعمل الإنسان عملا طويلا ثم يختم له بسوء، هذه علامة من علامات الخذلان. علامة التوفيق أن يكون مقبلا على الله حتى يلقاه. لذا أسأل المولى سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الختام، أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الختام، أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الختام. لأن العبد إنما يعامل بما ختم له، وإنما يبعث الناس على ما ماتوا عليه. فأسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا على طاعته، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا إلى الإقبال عليه سبحانه وتعالى حتى نلقاه. جاء في قول الحق سبحانه وتعالى، وتأملوا هذه الآية، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لما عملوا الصالحات وفقوا لهذه الحياة الطيبة، ووفقوا في الآخرة لهذا الجزاء العظيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذا هو التوفيق، أن تحيا حياة طيبة. ولكم أن تتصوروا إنسان يحيا حياة طيبة في بيته مع زوجته وأولاده، يحيا حياة طيبة مع والديه وإخوانه وأخواته،
يحيا حياة طيبة مع جيرانه، يحيا حياة طيبة في عمله، يحيا حياة طيبة في علاقاته الاجتماعية. هذه هي النعمة وهذا هو التوفيق. إذن من علامات التوفيق أن يوفق الإنسان إلى العمل الصالح الذي يداوم عليه حتى يلقى الله. يقول ربي تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تصوروا يا إخوان، الله تبارك وتعالى يوفق العبد الذي تقرب إليه بالفرائض وداوم على النوافل، يوفقه في سمعه، فلا يسمع إلا ما يسر، يوفقه في بصره فلا ينظر إلا إلى ما يسره، يوفقه في يده، يوفقه في رجله، يوفقه في دعائه، موفق. والسبب حافظ على الفرائض وداوم على النوافل. كل الفرائض حافظ عليها واجتهد في المداومة على نوافل العبادات، أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه العطية وهذه المكافأة: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يقول أنس، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت، يوفقه لعمل صالح قبل الموت. هذا الموفق، هذا هو الموفق الذي وفق للعمل الصالح قبل الموت، ومن عاش على شيء مات عليه، لأنه كان على عمل صالح ووفق أن يموت على هذا العمل الصالح. عجبني كلام لأبي سليمان الدراني رحمه الله تعالى، يقول: إن السحابة تجري بالريح، وإن العبادة إنما يجرون بالتوفيق، وإن التوفيق على قدر القربة، وإن التوفيق على قدر القربة. فكلما تقربت إلى الله أكثر كان التوفيق في حظك أكثر. هذا موضوع أرى أننا يعني لم نكمل الحديث عنه، نحتاج أن نتحدث أيضا عن الأسباب الموصلة إلى توفيق الله تبارك وتعالى، إلى مقومات التوفيق، وهذا يحتاج منا إلى حلقة أخرى. أكتفي بهذا القدر، وألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة أتحدث فيها عن مقومات التوفيق وأسباب التوفيق، توفيق الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين أسأل المولى سبحانه وتعالى لي ولكم ولسائر المسلمين التوفيق لما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. إلى أن ألتقيكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة
المختار هادي الخلق من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد